في سادس أيام الحملة الانتخابية ومن وهران، تعهد المترشح عبد العزيز بلعيد بفتح ورشات متعددة تمس قطاعات حيوية مع مختلف فئات المجتمع بهدف بناء دستور جديد يصيغه جزائريون بإرادتهم. ورشات التي ستناقش وتقترح للوصول إلى بناء مشروع وطني متكامل في جميع القطاعات، لنسير معا، لنتماسك مع بعضنا البعض، وهذا بالطبع لن يكون إلا بفتح ورشة كبيرة للوصول إلى بناء دستور جديد، لبناء دستور للجزائريين، بناء دستور على مقاس الشعب الجزائري وليس على مقاس الرئيس. مرشح حزب جبهة المستقبل وعاد بإعادة النظر في وضعية قطاعي الفن والرياضة من خلال دعم أهل الاختصاص كل في ميدانه. أن غدوة رئيس أني نجيب بعض الخبراء ونتخذ إجراءات وقال الرياضة نديروا فيها كذا والسياحة نديروا فيها كذا، لا، لازم نفتحوا حوار مع كل الشركاء. لابد أن تكون عندنا خريطة حقية للفنون، وأيضا أننا نعمل على تأسيس ديوان حقيقي ليحفظ كرامة هذا الفنانين. بلعيد تعهد في حال انتخابه رئيسا للجمهورية أنه يعمل بكل أمانة وصدق داعيا إلى تكاتف الشعب الجزائري لتجاوز الوضع الراهن.